كان لزاما علينا كمجموعة 80 أن نقيم اليوم حفل استقبال لأحد أركان هذه المجموعة في العديلية في ديواني، ووجهت الدعوة الحقيقة لرجالات الكويت ومجموعة 80 للاحتفال في هذه المناسبة، ونحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء العاجل على أخونا عادل الزواوي. ومشكورين. نعم، اليوم نشوف تلبية أهل الكويت كلهم من جميع أطراف المجتمع اليوم متواجدين في ديوان العم أبو يوسف. ودي تقول الكلمة حق المجتمع أو اللي شايفك من المجتمع الكويتي. أو طويل العمر ما في شك أنتم اللي شفتوه اليوم هو التآزر والتعاضد والتلاحم مع قدوم عادل الزواوي من رحلة العلاج، باعتباره أحد رموز هذا الوطن الوطنية وحد أعمدته، ومن ثم يعني اليوم توافد المواطنين ولبوا الدعوة لزيارة أبو محمد لتقديم التهنئة بسلامة الوصول. هل الديوان راح يواصل استقبال أي إنسان إن شاء الله؟ يعني ما في شك طويل العمر، إحنا مثل ما أعلننا اليوم هذا ديوان الكويت، هذا مكان لكل كويتي نستقبله ونحتفي فيه بغض النظر عن من هو هذا الإنسان، سواء كويتي أو غير كويتي. إنسان بدام من الله عليه بالشفاء فهذا مكانه لاستقباله لأهله وذويه ومحبيه. هذه مجموعة 80 ما يقصرون دائما، مواقفهم وطنية ومشرفة، واحتفالهم اليوم فيني هو احتفال في احتفالي أنا فيهم. الحمد لله على عودتي سالم لهم، والحمد لله ان الحين مجموعة 80 ترجع لنشاطها وتبادر ان شاء الله في اعمالها الوطنية بوجود اهل الكويت ومحبتهم. واكرر واقول بعد الله ما دائما الكويت حق الكويتيين وحق اهل الكويت. هذا رسالة حق اهل الكويت، ان جميع اهل الكويت بكل طوائفهم وبكل مشاربهم من اخواننا من القبائل ومن الحضر، ان هذيل هم محبين لمجموعة 80 وهم رموز من مجموعة 80، وإن شاء الله فيهم تكتمل المجموعة. وهذيل أهل الكويت وهذيل أحبائنا نفتخر فيهم، نفتخر بكل الطوائف وبكل المشارب وبكل القبائل، لأنهم هم أهلنا وهم أهل الكويت. شنو جديد مجموعة 80 خلال الفترة القادمة؟ الفترة القادمة محاربة الفساد، وبإذن الله هذه هي يعني إن شاء الله يا رب تكون هي أحد أسس مجموعة 80. هي عندنا احنا قضيتين، موضوعنا الأساسي هو الجنسية وعدم العبث فيها، وموضوعنا الثاني هو محاربة الفساد وبإذن الله ومراقبة أعمال نواب مجلس الأمور. شو تقصد بالفساد؟ نعم، الفساد المستشري في البلد في كل أماكنه وفي كل زواياه. لا تقول لي شنو تقصد بالفساد، انت تعرف ما يوجد فيه رموز الفساد. احنا نقصد بالفساد الموجود كهيكليه موجوده، نبيها ان شاء الله تكون افضل، لان نبي الكويت تكون افضل. الكويت ان شاء الله احنا تدري انت مدركات الفساد عاليه، وللاسف احنا الحين كدوله حتى سمو الرئيس اعلن انه هو استياء من مدركات الفساد المتدنيه. احنا ان شاء الله باذن الله بهمه اهل الكويت ان نكون في وضع افضل، ونكون ان شاء الله يا رب هذه أحد منجزات مجموعة 80 مع جميع أهل الكويت. أنا ما أقول مجموعة 80، جميع أهل الكويت إن شاء الله فيهم البركة. ويكفي هاللي شفتوه أنتوا، والتجمع الحلو هو تجمع كبير أنا أفتخر فيه، وفضل أهل الكويت على راسي، وفضل الأخ صالح الفضالة اللي ما قصر فتح ديوانه لاستقبال الجميع واستقبالكم أنتوا. احنا سعيدين نشوف أهل الكويت توافدهم على الاستقبال اللي نظمه العم أبو يوسف الأخ صالح الفضالة
بعودة منسق العام لمجموعة الثمانين أبو محمد عادل الزواوي. مثل ما تشوفون الحمد لله يعني الكل سعيد بعودته سالما زين، وإن شاء الله يعني راح تشوفون المرحلة القادمة نشاط مجموعة الثمانين زين بشكل أكبر وبشكل إن شاء الله منظم زين، وخصوصا بعد توسع المجموعة وانضمام مجاميع نسائية وشبابية إلى مجموعة الثمانين، ولا ما عاد الثمانين هي أهل الكويت كلها، وإحنا تعرف موقفنا دائما وثابتا ضد الفساد وضد العبث بالهوية الوطنية وهو أكبر يعني أسس الفساد في البلد زين، فإحنا ضد هذا التوجه وإن شاء الله راح يكون يعني عنواننا هذا. ما هاجمنا ولا شكك ولا طعن فينا إلا المتضرر من رسالتنا وهو من زور بالهوية الوطنية واستحصل على جنسية بالتزوير فقط، احنا لم نتعرض لأي فئة من فئات المجتمع، بل مجموعة الثمانية تكون من جميع فئات المجتمع دون تفرقة زين، ولكن المتضررين زين من تم كشفهم بتحركنا هم من يدعون علينا هذه الادعاءات والإساءات زين، وهذه مردودة عليهم ووضحت أمام أهل الكويت كلها، وما عاد نلتفت. اليوم رايحين بأقصى قوة إلى محاربة الفساد بالتعاون مع أهل الكويت كلهم.